السلام عليكم حبيباتي احبائي، مقبلين ام سجود عندنا مره اخرى بفيديو اخر وكيفيه اخرى خفيفه ظريفه تصلح للعشاء خرجت تاع البحر. كذلك بما انه في فصل الصيف نحب ناكلو دائما مع السخانه حاجه خفيفه ونرافقها بمايونيز بطريقه طريقه جديده. اي وحده ما تصلح لهاش لا مايونيز خاصه في السخانه، اعتمدوا هذه الطريقه اللي هي عباره على مايونيز بالبيض المسلوق. حاجه خفيفه وسهله وناجحه من اول مره تجربوها. ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. نروحوا نحضروا مع بعض هذوك الخبيزات ونشوفوا كذلك كيفاش نحضروا هذا المايونيز اللي محل ملي تعتمدوا هذه الطريقه محال تجي تخسر لكم المايونيز. هنايا جبت كاس حليب دافي، طبعا حطيت معاه كاس ماء دافي، الكاس تاع الكازوز عادي حوالي 200 مليلتر السعه تاع الكاس، حطيت جوج حجرات سكر او مغرف صغيره سكر، رشه تاع الملح، وزدت ضفت لهم ربع مغارف زبده التوريق الذايبه. هنايا حطيت انا زبده التوريق، اذا ما عندكمش زبده التوريق تقدروا تستعملوا زيت او زبده عاديه، يعني ماشي بالضروري زبده التوريق. خلطت كل شيء مع بعض. هنا حطيت كاس سميد رطب، وايضا كاس فارينة، نفس الكيلة اللي كيلت بها الفارينة هذا الكاس هو اللي كيلت به الحليب والماء والسميد، نحطهم مع بعض ونضيف لهم حوالي 20 غرام تاع خميرة الخبز. هنايا استعملت انا دي ساشي، هي خميرة الخبز عبارة على ساشيات صغار سعة الكيس 10 غرام، يعني اذا استعملت زوج فجي 20 غرام، ونخلط بلا فوي ونخليها المقادير هذه تتفاعل مع بعض. طبعا في الاول العجينة حتكون سائلة، نخلطها مع بعضها. وهنايا نروح نخلطها بلا فوي، جد بلا فوي فقط حتى نتحصل حتى يتجانسوا كامل المقادير هذوك، ويكون طبعا في الاول عجينه سائله، خلطها مليح مليح حتى تتحل وتولي ملسه ما فيهاش هذيك الحبيبات، نغطيها ونخليها تتفاعل حوالي 10 دقائق فقط مع السخانه، واكيد راح تتفاعل بالخف. وطبعا هذه العجينه خفيفه، في الساعة يطلع في الساعة توجد، أنا وجدتها في الليل عاد الساعة قولو تسعة تسعة ونص كنت كملت كل شيء، الساعة وجدت هاد الكيفية، نغطيها ونخليها تتفاعل. هنايا بعد ما مرات 10 دقايق تفاعلت لي العجين تاعي، شوفو كيفاه جات، راح نحطو لها نكملو الطريقة. نجيب زوج كيسان تاع فارينة عادي نفس الكيلة اللي كيلت بها الاول، نعاود نكيل بها في الثاني. انا هنايا هزت لي 3 كيسان، دونك انا ما نقدرش نعطيكم معيار بالضبط حسب نوع الفارينة تاعكم. انا الفارينة تاعي هزت لي 3 كيسان، انا حنحط هنايا زوج كيسان كامل ورا بعضهم يعني مع بعضهم على ضربة، والكاس الثالث نحط بالعقل ونعجن ونشوف كيفاش تخدم، لان الكاس الثالث بقالي غير شوية يعني ما استعملتوش كامل، لانه العجينه لازم تكون طريه وتلصق في اليد، احنا هذاك هو القوام ديالها وتكون ناجحه. انا كما قلت لكم خدت لي زوج كيسان، والثالث بقى غير حوالي منه زوج مغارف او اقل مغرف تقدروا. هنايا طبعا حطيت كما قلت لكم زوج كيسان، والثالث نحط نخلط، والثالث نضيف بالعقل حتى نتحصل على عجينة تلصق في اليد. هذاك هو القوام اللي يلزمنا، ونغطيوها طبعا نعجنوها شويه بما انه فيها السميد، فقط ندخلوها مليح في بعضها ونخليوها الزيت تريح. كما راكم تلاحظوا العجينه تاعي هنايا مازال تحتاج، حطيت زوج كيسان وباقيه ما تلقى روحها
وبالتالي جبت الكاس الثالث وبقيت نحط فيه غير بالعقل ونشوف. هاي ليكم العجينة تاعي بعد ما حطيتها الكاس الثالث، لازم تكون هكا تلصق في اليد. ما تخافوش من هذا، هو القانون ديالها. حطوها في رجعوها في الصحن وخليوها تطلع. هنا بعد ما طلعت لي ما خدات ليش بزاف الوقت، فقط الوقت اللي وجدت فيه الحشو ديالي. هنايا قطعتها كوريات، جاتني حوالي 12 كورية متوسطة، غطيهم خليهم يطلعوا. هنايا بعد ما طلعوا لي جبت شويه سميد رطب وحطيته وبديت نفتح فيهم. انا درتهم شويه رقاق، ولكن نتوما حاولوا ما ديروهمش رقاق، خليوهم شويه متوسطين، يعني يزيدوا خليهم شويه خشن على اللي درت انا. درتهم انا شويه رقاق، ما طلعوليش بزاف. وما دي كملاحظه، نروحوا للحشو. الحشو كما تحبوا، واش يحب العائله ديالكم، واش متوفر عندكم في البيت. انا كان عندي غير هذا السردين اللي هو عباره على السردين تاع العلب بصلصه الليمون. صافي خديت 3 علب، حطيتها بعد ما صفيتها من هذاك الصلصه تاع الليمون كما تلاحظوا بجانبي. البطاطا قطعتها وجبت الطون تاع الطماطم. طبعا قلت لكم الحشو اختياري، واش تحب العائله ديالك. بديت نهرس فيها بالفرشيطه فقط. تحبوا ديروا دجاج، تحبوا ديروا لحم كفت، تحبوا ديروا خضر، تحبوا ديروا لحم كباب، تحبوا ديروا خضر كيما تحبوا. انا تحبوا تستعملوا فقط الطون، ولكن انا خلطت بين الطون وسردين بصلصه الليمون. هنا جبت حبه بصل مرحيه ربيتها رقيقه، ما طيبتها شكيك خضراء واضفت لها للحشوه ديالي. وبقيت ندعك بالفرشيطه باش يدخلوا هذوك المقادير كاع مع بعضهم كامل مع بعض. ودوك نزيد نضيف البطاطا اللي كنت قصيتها رقيقه وقليتها، دوك نضيفها مع الحشو نتاعي. هنايا اضفت حوالي مغرف كبيره تاع صلصه البيتزا، كنت شريتها انا واجده من قبل باش تعطيني هذيك البنه تاع البيتزا في الحشو نتاعي. ونخلط. اذا ما عندكش هذه الصلصه ماشي بالضروره تحطيها، تكتفي بالطماط اللي في الطون. وهنايا نضفت الفريت. بالنسبه للفريت تاعي انا كي نقليهم هنا حطيت التوابل ملح فلفل ثوم. انا الفريت كي نقليهم ما نحطلهمش الملح، نقليهم هكيك مسوتين. علاش؟ باش المره الجايه كي نستعمل هذاك الزيت ما يكونش تشكيل حطوا الملح البطاطا راح تطلق الماء هذاك ويفسد الزيت. وبالتالي كي تحطوها بدون ملح وتقليوها هذاك الزيت تقدروا تستعملوه مره اخرى وبدون ما يكون عليكم ضرر في الصحه ديالكم. هنا جبت شويه ثوم وملح فلفل اسود وحطيت شويه من عصير صلصه الليمون. هنا راح نمشيو نديرو في المايونيز ديالي. جبت زوج حبات فرماج كيري حطيتهم، وقطعت عليهم زوج حبات بيض مشرشمين او مسلوقين كما راكم تلاحظوا. كنت مزروبه باش نضرب نجيب الصفار والبيض اللي كنت انا طيبتهم من قبل. كنت حنحطهم مع الحشو، لكن في الاخير قررت اني ندير بهم مايونيز بالخف، لانه لقيت المايونيز خلصت لي وما عنديش باش نضرب ونطلع. كما تعرفوا في الصيف مره البيض يصلح مره ما يصلحليش، يبقى بالطريقه هذه ناجحه ضامنه 100% انه المايونيز تاعك راح تكون ناجحه 100%. حكمت هذوك زوج حبات تاع البيض قطعتهم كيما راكم تشوفوا، حطيتهم زوج حبات كيري هو يبان شويه منه. الجبن كيري اختياري، تحبوا تحطوا تحبوا ما تحطوش. هنا جبت مغرف كبيره، حطيت زوج مغارف زيت الزيتون، وراح نزيد لها زوج مغارف زيت المائده او زيت نباتي. يعني ككل في الوصفه نحتاجوا ربع مغارف زيت. اذا تحبوا ديروا غير زيت الزيتون وحده ديروا ربع مغارف، اذا بغيتوا زيت النباتي وحده ديروا ربع مغارف. بغيتوا ديروا كيما انا خليط بين زيت الزيتون المائده ديروا زوج زوج كما حبيتوا. المهم كيفيه فيها ربع مغارف زيت. حطيت مغرف كبيره تاع الموطارد ومغرف كبيره تاع خل. اذا ما كانش عندكم الخل وعندكم الليمون او القارص عليكم تعصروا شويه قارص. وحنضيف له مغرف كبيره تاع حليب سواء كامل الدسوم. انا هنايا درت
الثوم، فلفل اسود، طبعا الملح ما كترتش بما انه فيه الجبن والبيض راهو مالح، فقط غير شويه. واضفت لها مغرفة تاع حليب، سواء حليب عادي اذا عندكم كامل الدسم احسن، ولا عندكم كخيم فخيش ولا ايوخ ناتور زيدوا ديفون ماشي مشكل.